Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal mushahidun kiram, rahimakumullah. Hadha هي لغة القرآن الحديث، ويجب على المسلمين يتعلموا هذه اللغة. اللغة العربية هي لغة رسمية للدولة. تحت اللغة العربية المرتبة الرابعة في ترتيب اللغات في العالم. اللغة العربية هي لغة الوحدة التي تحتوي على حرف الضاد. اللغة العربية تحتوي على 28 حرفا مميزة. ما واجبنا تجاه اللغة العربية؟ والشعور في الفخر والانتماء للغة العربية الفصيحة، ويكون ذلك بتحريص بها في كل معاملتنا وعلاقتنا المختلفة. محاربة اللهجات العامية في حياتنا وحوارنا المختلفة، ويكون ذلك بالتأليف والنشر والبحث العلمي للغات العربية. إن الذي ملأ اللغات محسنا جعل الرحيم يسره في الضوء. اليوم العالمي للغات العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.